الدار البيضاء. كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه وسلامه وعافيه. الله يزيح علينا هذه الجائحه. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في ان الحياه بدات كتعود تدريجيا للطبيعه ديالها، ولا لاحظتوا معنا حتى السدود الامنيه بدات كتنقص شويه بشويه. يعني ملي كتدخل الاحياء وكتمشي الشوارع كتحس بانها شويه شويه بدات الحياه كترجع للطبيعه ديالها. واكيد ان شاء الله ما بقى لنا والو، غنودعوا شي حاجه سميتها فيروس كورونا. اكيد ان شاء الله عما قريب غنودعوا شي حاجه سميتها فيروس كورونا، وغنودعوا شي حاجه سميتها حالات الطوارئ والحجر الصحي اللي اكيد كانت في صالح الوطن والمواطنين والمواطنات. يعني كتحس بان اليوم راه السبت وبان الحياه شويه بدات كترجع للطبيعه ديالها، والناس شويه بداو كيخرجوا شويه بشويه بطبيعه الحال مع احترام ساعات الطوارئ وساعات ما بعد الحجر الصحي. كل شيء بدك يرجع تدريجيا شوية بشوية.